بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات.
اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ودعاك أن تجعل فيه من الخير والبركة مثل ما هو بحرم بيتك الحرام، فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، ووفقني فيه لحسن الأدب وفعل الخيرات وترك المنكرات.